السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غنشارك معكم هذا النهار. واش تقولي لبارتكم بابي؟ قولي سلام. سلام. نشارك معكم ان شاء الله هذا النهار هذا اللي كيكونوا فيه الدراري في الدار وربو. ماشي ويكاند هذا، ولكن النهار كيكون فيه ربو حمزه وكنخرجوا فيه، كنخرجوا الدراري فيه مثلا لباخ كل شيء حاجه. ولكن راكم عارفين مؤخرا مع هذا الفيروس هذا اللي ظهر، ولينا كنخافوا من جنابنا، يعني كنحاولوا ما امكن نيفيتيو التجمعات. وكاع والله العظيم قبل كاع ما يرجعوا للمدرسه من بعد الباكونس فكرت كاع ما نديهمش للمدرسه. سير ماما تلبسي. فكرت كاع ما نديهمش للمدرسه، ولكن عاوتاني تالين يعني تالين، ما عرفناش هاد الفيروس هذا امتى ينتهي ولا امتى يلقاوه فريمون الفاكسان ديالو ونرتاحوا. لهذا غادي ندوزوا النهار في الدار مع الوليدات ان شاء الله، وغادي نشارك معكم هذا النهار كي غيدوز ان شاء الله مع وليداتنا، وشنو غنطيب شنو غندير. المهم اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله، وما تزابيوش بقاو معايا حتى للنهايه ان شاء الله. فوالا البنات، بالنسبه للنهار اللي كيكون روبو ما كنفطروش كاملين مجموعين، يعني بحال الفطور انايا خديت غير انا وحمزه وسفيان، من بعد جات ياسمين فطرات، من بعد جات ايناس فطرات. يعني الفطور كنخليهم ينعسوا، يعني ماشي مشكل ما فيقونش، نفطروا كلنا في نفس الوقت ماشي مشكل. مي الغدا والعشاء دائما 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 كنفطروا دائما مجموعين، اسمحوا لي كنتغداو دائما مجموعين ونتعشاو دائما مجموعين، دائما ما كاينش شي واحد يتعشى راسو او يتغدى راسو، خاصنا ضروري نتغداو مجموعين. الا بطبيعه الحال النهارات اللي تيكونوا فيهم مدرسه ولا كونتين راهم كيتغداو في البنات في لا كونتين، وانا وحمزه كتغداو في الدار. مي اش كدير انت؟ نو اول حاجه البنات غادي نجمع هاد الكوزينه هذه، كل حاجه نردها بلاصتها، وغندير مادام عندي المعان كثار اليوم غندير المعان في الماكينه هي اللي تغسلهم ليا. انا ديجا دايره فيها سميتو، ما عرفتش علاش النهار اللي تيكون فيه حمزه في الدار تجيني واحد العجز. ما عرفتش واش نتوما بحالي ولا لا، ملي كيكون الراجل في الدار كيجيك العجز، ماشي بحال ما كيكون ما كيكونش في الدار كتكون الحيويه وبغى ديري هذا، ما عرفتي يعجزني ولا حتىش كنعول عليه شي حوايج يعاونني عليهم ولا ما نعرف. المهم السر غير معروف.
صافي حبس المرقة بركة بالملاغة بركة ما تشطيح الرديح. ايوا مهم الله يخلينا ديما ناشطين ماشطين وناشطين معاكم ان شاء الله، ويجعل ايامكم كلها فرح. دابا ندوزو للشغل الصحيح. الشغل الصحيح هو اللي كيكون في الكوزينة صراحة، يعني هي اللي كتكون جامعة جامعة لاش غنقول لكم الحاجة اللي كتكرفصنا هما المعن والطياب والعجينة واي حاجة من هذا القبيل، راكم عارفين يعني الكوزينة هي اللي فيها الشغل القاصح، يعني الشغل الصحيح مازال ميناج تمسحي من هنا، بشي بشيت من هنايا، تجفي من هنايا، تشطبي من هنايا، الدنيا هانية. لكن الكوزينة غالبا كيكون فيها الشغل الصحيح. مهم ها هي الماكينة ديالي غادي نعمرها. بالنسبة للبنات اللي قالوا لي ضروري خاصك الماكينة المواعين شريها، راه شاريها هي، كتقول لكم بونجور. راه غير كنخدمهاش بزاف، كنخدمها بلي كيكونوا عندي المواعن بحال ما هكا يعني كتارين، وصراحه باللي بحثت مزيان هي راه اقتصاديه على انك تغسلي بيديك، صراحه اقتصاديه هاد الماكينه. غير هو بلي كيكونوا عندي غير جوج بجيقلات، ما كنبغيش نديرهم في الماكينه، يعني خاصها تكون عامره بحال ما هكايا باش الا شعلتها كيكون ضميري مرتاح، ماشي غادي نشعلها غير على جوج طبيسلات وزلافه ومغيرفه. يعني بحال دابا هي كنخدمه وهي كدور وانا ضميري مرتاح مرتاح، المورال ديالي مرتاح. راه ماشي زعما بخيله، والله اختكم ما بخيله، غير هو هكا هكا كنفكر وصافي. وعلاش يا ليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط ظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحيل، نعفر في ليام، طريقي مليها رسام، يا ويلي ويلي يا ويل. خايف نقول عييت وانا عاد بديت ويام، مغبون سهران الليل الليل الليل، ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل دوي جرحي يا ليل، ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل، ويا ليلي القدر وتصرف المكتوب، ويعلم الغيوب راه الحال مكدر، وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب، عشان هاب المقلوب حتى لينا غان صبار، وراني كل نهار نقول جوني مرويا، مغبون سهران الليل الليل الليل، ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل داوي dans le même notre histoire on l'écrira nous-mêmes. Il m'a dit c'est pas pour ton buzz que je t'aime, oui que je t'aime. Les paroles et que des paroles, ma seule patronne à moi c'est ma daronne. Ils croyaient que j'étais mort, ils ont dit bon débarras, heureusement c'est je qui donne, sinon ils nous laisseraient nada. Donc j'ai quitté mon village, rêvé d'une vie juste moi minard. Et j'ai quitté mon village pour plus les entendre me dire que personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead, tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead, tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Parole, 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 parole.
mélange, je les déteste. Je me souviens qu'ils me tournaient le dos parce que j'étais pauvre comme papa. Rajoute de l'argent à ceux qu'on enlève, à ceux qui n'ont pas. Dans la mer, ils rajoutent de l'eau, pas comprendre. Et si tu meurs de soif. Avec celle-là, je fais la pizza. Ah, c'est celui-là ? Ouais. Mmh. بلاصه غادي ندير غاتا ان شاء الله النهارده غاتا انايا باشين الحليب باشين غاتا كندير الحليب وكنفيض فيه كندير الحليب ونطيب فيه بطاطا كوا يا اسيا تبخي لا موتي تبي تولي اسيا غنديرو شويه الزهر والملحه سي كوا كي با لا بلو دهور جو بونس كي بلو جو بونس مي زاف انونسي اوجوردي لا بلو سا جو بو بيزار سو ماتان سو بو سولاي اه وي او ديبي في بون لا في سوار J'ai vite voir le courrier. Ok, ça va. Je cherche aussi les courses dans la voiture. Dans la voiture, c'est où, dans le coffre? Ouais. Ça va. Ah, ouais, maman, ouais. Maman, 4 kilos de patate, haka. يتبوخ في الحليب ومن بعد غنستعمل الحليب شوف كيكب ليا كيف عليا ف اي فوالا ودابا غادي نوجد الكفته ياسمين امي بصله في الكفته لا داش مع البصله فوالا غنوجد الكفته اللي غنديرها مع الغراتان ديالي مع البطاطس وهانتوما معايا صافي البنات وندوز المرحلة تاع انني نطيب الفيونداشي المهم هاد الكراتان ممكن ديروها بالفيونداشي او الكفته او ديروها بقريده تاع دجاج ولا بيبي ولا اي حاجه بغيتوها ماشي ضروري الكفته ماشي ضروري الكفته ايوا كندير زيت العود زيت العود زيت العود او زيت الزيتون ولا ديروا الزيت العاديه اللي عجبكم انا باقي عندي شويه زيت العود من البلاد من البلايد هاد زيت العود ديال الوالد ديال الشجره ديال الوالد يعني ديال بلادنا حنايا بقى داصره شويه يعني باقي عندي قريعات باقين عامرين نكثر زيت العود مع درس ديريكتومو الفيونداشي صافي كنخليها طيب كنحرك بهاد المغيرفه لانني عمرت الماكينه وهذوك اللي كنحرك بهم ديال العود كاينين في الماكينه والماكينه باقا يعني ما كملاتش كنحركها بالمغيرفه ديال الحريره عقلتوا عليا ديال رمضان ها سيدنا رمضان جاي صافي كنخلي الكفته ديالي طيب وغنزيد عليها التوابل تاع الطيب غنزيد عليها التوابل دابا كنقص حيتاش عندي هذا البلاك ما شاء الله زعما ما عداش الفرانات نهائيا خاصك تردي معها البال اشاك فوا صافي نملح ومن بعد كندير التوابل بالنسبه للتوابل راه الابزار الخرقوم التحميره و الثومه يا الثومه مدقوقه هذه اللي كتشرى ديريكتومو ها هو الكراتان ديالي كي بحال كيتسلق في داك الحليب اللي غنحتاجو من بعد الكفته ديالي ها هي ما درتها البصله ما درت ليها والو المهم نتوما زيدوا عليها البصله بتزيدوا والربيع وداكشي انا غير ياسمين كتبغيش تاكل ليا وهذا حتى هو غنستعمل هذا الكريم اللي جا وممكن تستغناو عليه وبالنسبه للذاك راه درت غير هذا فقط صافي ومن بعد غادي نمشي نصفي هذيك البطاطا ديالي من الحليب وهذاك الحليب غادي نحتفظوا به من طبيعه الحال لاننا غنديروا به صوص بشاميل كما غادي تلاحظوا معايا وهي اللي غنستعملوا الكراتان ديالنا صافي كنبداو دابا درناها على البوطه تكون مهيله ونوجدوا الدقيق
جوج معالق بحال هكايا على حسب الصوص بيشاميل ديالكم واش غادي تحتاجوها تكون خاطره ولا جاريه على حسب نتوما واش بغيتو. الحليب مهم درت ديجا الزبده، جوج معالق ديال الزبده، وغادي نزيد عليها الدقيق، ومن بعد نزيد هذاك الكريم اللي جاغلي وريتكم دابا غادي نزيدو، وهو ماشي اوبليجي ديريه، يعني الا بغيتي ديريه ما ديريهش، غير هاد الصوص بيشاميل راه قاضي الغرض. صافي كنبقى نخوي في الدقيق ما بشويه بشويه وصافي، ونحرك ضروري تحركي بهاد الفوي باش ما يكونش حبيبات. ومن بعد كنزيد هاد الكريم اللي جا لهاديك الصوص بيشاميل اللي قديت، صافي وكنبقى نحرك. هاد الكريم هذا ممكن تزيدوه ولا ما تزيدوش، هاد الكريم اللي جا كاين فلويد وكاين اللي جا، انا اخترت اللي جا بقى عندي وحده. صافي وكنجيب المولينكس كنطحنها باش نتاكد ما يبقاش فيها هذوك الحبيبات نهائيا. كنطحن هاد الصوص بيشاميل اللي درتها كما قلت لكم، وزدت عليه هذاك الكريم اللي جا، وممكن ديروه وما ديروش، يعني ماشي اوبليجي. راني درت شي نص سيترو ديال الحليب، شفتوا راه نص سيترو ديال الحليب فاش سلقت هذيك البطاطا، ويعني غيكون عندي نص كاس بحال ما هكايا ديال لاصوص اللي غنزيدها في الكغاطا باش يخرج ليا يعني يخرج ليا مزيان. هي اللقطه فاش كنت كندير في هذا الشيء ما سجلتهاش. المهم البنات راني درت الفرماج الوسط والفوق، ودرت الفيونداشي الوسط، درت بطاطا عاد الفيونداشي عاد هذيك البشاميل عاد بطاطا عاد الفرماج من الفوق، البشاميل والفرماج من الفوق. وممكن هذيك البيشاميل ممكن ديروها، ممكن طحنوها في المولينكس اذا بانت لكم باقا محبه، وداكشي طحنوها في المولينكس. ايوا هذا هو الكراتان ديالنا، نخليوه يطيب. وضروري من طبيعه الحال كما قلت لكم مؤخرا حاولت ما امكن نولي ندخل الخضره لولادي، لانهم صراحه ما كيبغيوش ياكلوا ليا الخضره كيف اغلبيه الدراري الصغار، ما تيبغيوش الخضره، ماشي غير غالبيه الدراري الصغار ما عندهمش مع الخضره. وهذه سيمانه هذه دائما كندير لهم هذا الصحن، هذا الصحن اللي قدامكم كنحطها لهم بحال ما هذا الشكل اللي كتشوفوا، الفقوس لي ماش، ما عرفتش شنو سميتهم العربيه الماش ولا الخص، ما طيشه، وكندير لهم المكور، هذاك المكور اما الغوج ولا البيض، وكندير لهم سميتو كندير لهم حتى البيض المسلوق، يعني اللي ما كيبغيش اللي ما بغاش ياكل اللحم ولا شنو، لا بعض مره الدراري مره ياكلوا اللحم مره ما يبغيوش، ياكلوا بعدا واخا غير نص بيضه. صافي هذا المكور هذا، وكنحاول ما امكن نحط لهم دائما هذا الصحن هذا كما تكون الماكله. دابا راه دايره غاطا، ورغم ذلك درت لهم هذه الخضره هذه باش ياكلوها. كنزيد ميسر، واخا ياخذوا منه غير شويه، رغم انه راه ميسر تاع لي بواط ما مليحش، مي زدتو مع السلطه. صافي البنات كملت الغدا ديالي، عيط الاسيه تحط توجد طبله او تحط طبله، لان النوبه فيها اليوم هي اللي غادي تحط طبله، وهي اللي تحط طبله، وياسمين هي اللي تدي براسي، وايناس هي اللي تشطب. داكشي اللي سمعتوها قالت انا راه غادي نشطب حتى هادشي، اللي راه تشطبي غير الصالون فقط ما تشطبيش الكوزينه. جاوبتك لا ما تشطبيش الكوزينه، كوني هانيه. مهم كما قلت لكم انا هاد الجدول اللي كندير مع البنات صراحه مفيد 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 جدا، رغم انهم ماشي 100% غيديروا الخدمه ديال الكبار، يعني بحالنا الجميع بحالنا تشطاب بحالنا سميتو، ولكن راه مزيان ليهم يديروا يديهم كما قلت لكم، مزيان اولادكم يديروا يديهم معاكم في اي حاجه يعني، واخا ما يديروهاش مقاده ماشي مشكل، راهم دراري صغار يعني راهم اطفال، ماشي مشكل ما غاش يديروها بحالنا، سي نورمال. ها الكراتان ديالي كي جا، سا سي بون غراتان سا فريمون فريمون، باقي ما دقتوش ولكن العشق ديال بطاطا.
وصافي هو وصل وقت الالتهام ان شاء الله غادي نخليوكم معنا اون ديريكت، يعني كنحط الكاميرا وكنخلي يعني بحال جالسين معنا كتغداو معنا الا قبلتوا علينا بطبيعه الحال. المهم ايناس بقى ما زعماش على الخضره، يعني بعد مره تاخذ غير فكوس راسو، بعد مره تاخذ غير مطيشه، بعد مره تاخذ غير شويه الخس. معليش ما غاديش نوبليجيها تاكل بحالها بحال خواتاتها، لانهم حتى هما كانوا بحالها يعني ما كياكلوش كاع الخضر، اسيه ما تشوفيهاش تاكل الخس. هي دابا ما شاء الله كتاكل هاد لي ماش هادو كتاكلهم، وما كيديروا فيهم لا لاصوص لا والو. مازال حمزه كيدير لاصوص، حنا ما كنديروش فيها لاصوص، كناخذوهم ناتورال. الخضره البنات ضروريه ومفيده للجسم صراحه، قريت عليها مؤخرا شي حاجه اللي هي مفيده بزاف وضروريه للجسم صراحه. داكشي علاش كنحاول ندير هاد البلا هادي اللي كتشوفوا قدامكم مع الغداء ومع العشاء، كما يكون العشاء ديالنا يعني ضروري ندخلها في ديال الطوماط. اكون ديال الطوماط سوريش ديال لي ماج باسكو سوغون ديال الطوماط سوريش ديال الطوماط ديال الطوماط ديال الطوماط ديال الطوماط ديال الطوماط ديال الطوماط ديال الطوماط. يشوف ياسمين دابا اهو كيف ديرو جوا 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 هاني قربتكم من الكغاتان ديالي صراحه البنات، والله تجا رائع 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 رائع، جا واعر فن ما خلينا فيه والو، زعما جا كغاتان من داك الشيء الرفيع زوين. حاولوا تجربوه راه غيعجبكم ويعجب حتى وليداتكم، وساهل صراحه في ما كياخذش الوقت وساهل في الخدمه. ودابا البنات غادي نخرج راسي غادي تقدا شي حاجه خاصه للدار، ورسل هاد الكوغي اون ريكوموندي استي بتمشي معايا، قلت لها بنتي ما عندكش معايا، من الاحسن هاد الفتره هادي ما يخرجوش بزاف يعني غير المدرسه وهالعار. صافي نمشي نرسل هاد الشيء ونتقدى شي حاجه اللي نحتاجها ان شاء الله. باغا نطيب لصحاب حمزه نديرو الخدمه نهار الجمعه، غادي نمشي نتقدى الخضره واللحم كاع داكشي اللي نحتاج، نتقدى اليوم كاع داكشي اللي نحتاج ونرجع للدار ان شاء الله. هذا ما كان صراحه مع هذا المرض هذا بقينا كاع قدينا لا نخرجوا لا شي حاجه. المهم انا راه غندوز حتى لوكلير نتقدم منه الخضره ونشوف القضيه كي دايره تما، واش حتى هما يا خاوين المكازا يعني عفسوا لي بات وداكشي، واش خواوهم هنايا ولا باقا عندنا الدنيا هانيه. المهم غنصور لكم ان شاء الله، كانت الدنيا انا غنصور لكم، الا كانت القضيه حامضه غنصور لكم بطبيعه الحال. دريات القضيه حامضه تاع عندنا حنايا، اويلي والله الا تصدمت بلي لقيت له عيون خواو. شوفي الناس خواو داكشي ديال لي باس، شوفو ما كاين والو، بقات غير شي حاجه. شوفو هادشي كيخلع اصاحبتي، شوفوا ما هذا يا هذا. كندور بخاطري قلت ما كاين حتى شي حاجه، ملي جيت البلاصه ديال لي بات كلشي خو حتى لي بات هما ساهلين في الخدمه. شوفوا اختي تانا ندي ليا لي بات وجلست حنا على لي بات هاد الايامات. داو كاع داكشي الرخيص خلاو غير بانزاني الغاليه. قضية حامضة ناكل
غيري امي مسيت الكسكسو حتى هو طيروه، وانا محتاجه 2 كيلو ديال الكسكسو نهار الجمعه ان شاء الله غنطيبو لي كوليك ديال حمزه في الخدمه. ايوا نمشي عاد الكزال نشوف الكسكسو ضروري. يلا نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، واحلى واكبر بوسه من عندنا زيها. كنحمق عليكم بزاف بزاف بزاف.